على فكرة يا باشا، ماجدة علوان معاها حق من وجهة نظر المتواضع طبعا. معاها حق ازاي يعني؟ احنا يا باشا لو قعدنا نلف وندور ونفكر مين اللي عملتها غير رضوى، يبقى احنا كده بنضيع وقت او عايزينها تخرج منها والسلام. يمكن يعني عشان متعاطفين معاها مثلا. انت مش متعاطف معايا يا شريف، انت تقصدني انا. هو انا حظي يا باشا اني ما عنديش اخوات بنات، واما الله يرحمها، ولسه ما دخلتش دنيا. يعني ما عنديش ست في حياتي اخاف عليها زيك. في يوم من الايام هيبقى في ست في حياتك يا شريف، بس مش هو ده الموضوع. مش معنى ان انا عندي اختي بنت بربيها وبخاف عليها اني ادور لرضوى على مخرج. انا في النهايه رجل قانون. لا لا لا، انا مش بقول ان حضرتك بتعمل كده قصد، لا سمح الله. يا سيدي ولا تقول. شوف، انا مش هقول لك ان انا ولي من اولياء الله ولا اني عندي الحاسه السادسه، بس في صوت في دماغي بيقول لي ان مش رضوى اللي عملتها، مش رضوى اللي ارتكبت الجريمه دي، وانه اللي عمل كده فعلا بيضحك علينا دلوقتي ومبسوط اننا بنجري وراها ومركزين عليها وعيننا مش عليه خالص. طيب يا باشا والادله؟ زي ما في ادله ضدها في ادله ضد غيرها، بس لسه ما شفناهاش. ماشي، نشوفها ازاي؟ لازم ندور عليها، لازم نتعب نفسنا شويه، ما قدامناش حل تاني يا شريف. لانه اللي ارتكب الجريمه دي فعلا لو نفد بجلده هيبقى انتصر علينا،